الارتباك ربما في الرؤية أو الاستراتيجية الأمريكية تجاه الملف الأفغاني بشكل عام، يعني مسألة استمرار العمليات العسكرية الجوية لم تكن معلنة قبل يعني قبل الإعلان عن بدء أو الالتزام بالانسحاب الكامل، أو على الأقل يعني عندما وقع الاتفاق بين طالبان والولايات المتحدة الأمريكية في فبراير عام 2020. السؤال الآن، ما هو تداعيات هذا التطور المهم؟